بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا وسهلا بكم إلى دورة الإظهار المعماري في انريل انجن لكل البرامج. هذه الدورة سترافقونني بإذن الله لمدة 12 ساعة، نتعمق من خلالها ونتعرف على كثير من الأمور الممتعة والماتعة. خلونا ناخذ بريفيو سريع على محتويات الدورة. طبعا الدورة راح تكون تستخدم لكل البرامج بلندر، مايا، سينما 4D، ماكس، وأيضا بإذن الله جل وعلا سنستخدم برنامج سكتش أب. خلونا نشوف نظرة سريعة على يعني بريفيو، لا يعتبر يعني بريف، يعني اللي بعرضه بسيط جدا. شوف، طيب يا شباب، بإذن الله في هذه الدورة كما تلاحظون محتويات الدورة عندنا المجموعة الأولى مقدمة للدورة ودليل الدورة. دليل الدورة المقصود فيه، طبعا أنا ما وضعته، هو المقصود فيه أنك كيف تبدأ بالفيديوهات، فلذلك وجدت طريقة جميلة وهي أني أرقم المجلدات. الفيديو اللي أنا سأتحدث فيه الآن يعتبر مقدمة ويعتبر في نفس الوقت دليل للدورة. طبعا الدورة هذه نتاج جهد دام تقريبا شهر ونص لترتيب المعرفة السابقة، واستفدت كثير من كورسات أجنبية ومن مواقع يوتيوب، بالإضافة للاستفادة من أخوة أفاضل جزاهم الله عني خير الجزاء. ففي هذه الدورة أنا قاعد أهديك خلاصة تجارب، وأيضا أضيف لك عقول الناس إلى عقلك. استفدت من أخوة كثيرين جزاهم الله خير، ما قصروا معي وأفادوني كلا في مجاله، فأقدم لهم شكري وعرفاني وتقديري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم أينما حلوا وأينما ارتحلوا. بالنسبة لبرنامج البلندر، الإخوة اللي ساعدوني في الدورة أخونا وسام المؤذن من سوريا، أحمد يونس من مصر، محمد عبد الله من مصر، هؤلاء هم يعني اللي أفادوني في مجال البلندر. أما في مجال الماكس، أخوي الفاضل أبو بكر المعروف باسم باري، جزاه الله خير، أيضا أفادني ببعض الفيديوهات وأفادني بأشياء كثيرة داخل الماكس، بل إني أدرجت ضمن الدورة كم فيديو له لأنها مفيدة جدا. أيضا طبعا بصوته والفيديو له. أما بالنسبة لبرنامج المايا، معروف الشباب ما قصروا معنا، أبو نواف، أخوي أنمي فان، وإخوة أفاضل كثر. أما في الإنريل إنجن وهو عمود هذه الدورة وصلب هذه الدورة، استفدت كثيرا من أخي أحمد طارق والأخ إيكلون، وأيضا أخي أول إن صاحب قناة أول إن. إن شاء الله من يريد حسابات الإخوة يراسلني، وأظن الجميع يعرفهم. هذا بالنسبة للشكر والعرفان لكل الأخوة اللي ساهموا معي في ظهور هذه الدورة إلى أرض الواقع. بالنسبة للإظهار المعماري في أنريل إنجن لكل البرامج، في البداية طبعا سيكون عندنا مقدمة الدورة، سيكون عندنا نظرة عامة على أنريل إنجن وإعدادات، عندنا طبعا نتعرف على واجهة برنامج الأنريل إنجن، نتعرف على الإضاءة والخامات، نتعرف على إعدادات مهمة أولية، هذا تتابعون منا أول 16 دقيقة، نجهز قالب للأنريل إنجن وقالب لبرنامج المايا. أما بالنسبة للتصدير للماكس، فيوجد عدة أجزاء. الجزء الأول كيف نستطيع أن نحول خامات الفيري إلى ستاندرد ونصدرها للأنريل إنجن، كيف نستخدم بعض السكريبتات المفيدة في جعل المجسمات لما تنتقل إلى عالم الأنريل إنجن من الماكس تكون في موقعها الصحيح وفي إحداثياتها الصحيحة، وأيضا كيف نتعلم طريقة التصدير الصحيحة من الماكس إلى البرامج. طبعا في ملاحظة،
أثناء التصدير. شوف الفيديو الثاني اللي هو التصدير لما تصدر بسم فيه الله ملاحظة الرحمن الرحيم، مهمة. الحمد لله رب العالمين. لما نصدر، بالله يا إخوة ضروري ننتبه لهذه النقطة المهمة، اللي هي لابد أنك تلغي الصح من الموف إيتش أوبجكت علشان لا ينقل لك كل المجسمات إلى أحداثيات الصفر. أيضا عندنا هذه المجموعة ثلاثة، المجموعة اثنين داخل الماكس اللي هي عدة فيديوهات للتصدير. أيضا داخل الماكس عندنا مجلد ثلاثة في عدة أيضا فيديوهات. عندنا تصدير الكاميرا شرح أخي أبو بكر. أيضا عندنا درس للماكس شرح لأحد الإخوة. عندنا أيضا التصدير من برنامج المايا، يعني نشرح لكم كيف نجهز قالب في المايا وكيف نعمل عملية التصدير من برنامج المايا إلى برنامج الانريل انجن. أيضا من الأشياء المهمة اللي شرحناها في هذه الدورة أننا سنتعلم كيف نصدر الموديلات بنجاح من برامج 3D سواء بلندر، مايا، سينما ماكس، سكتشب. نتعلم كيف نصدر اليوفي وكيف نصنع لايت ماب بطريقة صحيحة في كل البرامج، وهذه نقطة جوهرية مهمة جدا جدا جدا. وكيف تجعل اللايت ماب، طبعا عندك طريقتين لصناعتها، إما عن طريق برنامج 3D أو عن طريق الانريل انجن، وسنشرح الطريقتين وكيف تزيد دقة اللايت ماب وكيف تعرف الأماكن اللي فيها اللايت ماب زائدة واللي فيها اللايت ماب ضعيفة عشان تسرع في عملية البرد. أيضا سنتعلم كيف نحول خامات الفيري، نتعرف أيضا كيف نجهز مشهدنا ونرتب الموديلات، كيف نضبط الخامات، نضيء المشهد، الإعدادات المناسبة، كيف نتعامل مع إضاءات IES، كيف نستخدم إضاءة ال HDR. أيضا سنتعرف كيف ننشئ البيئة والطبيعة، ونتعرف على السيكونسر بطريقتين مهمتين، وكيف نتلاعب بالبعد البؤري للكاميرا، وكيف نعمل فيد أوت وفيد إن مثل برامج المونتاج داخل الانريل انجن. كيف نصدر الكاميرا من الماكس، كيف نحرك الكاميرا داخل الانريل. نتعرف على نظام البارتيكل وكيف ننشئ بخار متصاعد سواء من كوب او من قدر او من قطعة خبز او طعام. كيف نضيف خامة فيديو لمشهدنا، كيف نتجول بالمشهد، كيف نعمل ريندر للقطة، كيف نعمل باكج للمشهد ونشغله ونعطيه الزبون بحيث يشغله عنده. في هذه الدورة سنشرح طريقة بناء مشهد. دائما انا سأعطيك التكنيك ولا أعطيك طريقة بناء مشهد من الصفر إلى النهاية، وإنما أعطيك التكنيك والطريقة. وكما يقال، لا تعلمني أو لا تعطيني كل يوم سمكة، بل علمني كيف أصطاد. بالنسبة للمعماري طبعا يا شباب، مهم جدا مجال المعماري. يعني لو شفنا الآن هذا الرجل اسمه روزل توماس، هذا من أشهر الناس في المعماري. ماذا يقول عن مجال المعماري؟ يقول هذا الرجل أن الصورة فقط للمعماري، يعني أنا ببين لكم ليش الموضوع مهم، قيمتها تقريبا بين 1000 إلى 2000 دولار، هذا فقط صورة، فقط صورة. أما إذا كان فيديو 3D أنيميشن للمعماري، فتكلفة العمل، يعني إذا أردت إنك تعمل الأحد، من 5000 إلى 10000 دولار. يعني ترى المعماري في أموال رهيبة تخرج من هذا المجال. في هذه الدورة إن شاء الله 12 ساعة سنتعلم سويا هذه الأمور التي ذكرتها لكم. كما قلنا لكم، نأخذ نظرة عن البرنامج وإعدادات، ونصدر من ماكس، من مايا، من بلندر، ومن سينما، ومن سكتش أب. أيضا سنتعرف على، عندنا المجموعة الذهبية هنا نذكر فيها إعدادات مهمة. سنتعرف على السيكونسر، طيب طريقتين، نتعرف على نظام البارتيكل وكيف نجعل خامة للفيديو بطريقة قديمة وطريقة جديدة، كيف ننشئ البيئة، ثم أخيرا نعمل باكيج للمشروع نعطيكم عينة من التجول الموجود. هذه الدورة باختصار. سأعمل أنا دليل للدورة مدة ربما دقيقة، لأنه مهم جدا جدا جدا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ودعواتكم لنا. أخوكم بركات محمد أبو معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.